الحكومة التوافقية دائما عندما المشرعون في القانون الانتخابات أو القوانين التي يصدر من مجلس النواب أو قانون الانتخاب أو أي قانون دائما لها وجهين، وجه معالجة اختلالات الماضي وعدم تكرارها، زين، هو السيطرة على منابع المال والسلطة، والوجه الجديد هو كيفية إدارة الموارد المال. طيب، اليوم تخوفنا من ما هو وجه الإدارة وكيفية إعطاء حقوق الآخرون. نعم، ما يهمنا من يكون. النظرة التوافقية في المرحلة الفترية كحالة حال العراق هو مشاركة أكبر عدد ممكن حتى نتصدى للمعوقات والأخطاء والاختلالات المادية. نعم، كما تعلم يعني لا نؤمن بدكتاتورية ونظرة ضيقة في الحكم، نؤمن من منع الحكومات السابقة بعدم إعطاء الحقوق الدستورية، المادة 140، كم سنة لك ننتظر؟ 50 سنة لك ننتظر؟ موازنات، نحن الموازنات، قانون النفط والغاز، قانون إدارة الدولة،